مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مالتيزرز كيك. عنا كوب سكر، كوب طحين، نص كوب كاكاو، نص كوب زيت نباتي، نص كوب حليب، رشة ملح صغيرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة فانيلا، وثلاث بيضات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط البيض فوق السكر والفانيلا، بحركن على سرعة عالية. هلا بنخل الكاكاو والطحين. بسم الله. كمان بنخل البيكنج باودر، بخلطهم مع بعض. هلا بحط الزيت النباتي والحليب، كمان الملح. بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي طحين والكاكاو والبيكنج باودر. خلصنا من الخفق. هلا عندي قالب غلفته بورق الزبدة، بنحط العجينة بقلب القالب. بسم الله. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180. هلا بدخله على الفرن. بعد ما حطينا الكيك بالفرن، هلا بدنا نجهز مع بعض طريقة الكريمة. عنا 150 ملي حليب، ظرف كريمة، 100 جرام جبنة ماسكربوني، ملعتين طعام سكر بودرة، وملعتين طعام كاكاو. لنبلش الطريقة. بسم الله. بحط الكريم، بخفقن على سرعة عالية. بس اخفق حوالي دقيقة. هلا بحط الجبنة. بسم الله. الكاكاو والسكر، بخفق على سرعة عالية كمان. بس تجمد الكريمة بخفف السرعة، بحركن شوي برجع بخفق. هيدي الكريمة صارت جاهزة، هلا بحطها بالبراد. هذا الكيك اخذ بالفرن حوالي 30 ل 35 دقيقة. هلا بنتركه على جنب ليبرد. بعد ما برد الكيك، هلا بدنا نقصه على النص. بسم الله. عندي القالب نفس الشيء اللي عملت فيه الكيك، هو زيته غلفته بنايلو. هلا بحط هيدي الطبقة بقلبه، بقصها شوي شوي بالسكينة بهيدا الشكل. عنا كمان نص كوب حليب بحط على الكيك. حطيت حوالي 6 معالق حليب لأول طبقة. هلا بحط الكريمة. بسم الله. بمد أكيد نفس المستوى. كمان بحط حليب على هيدي الطبقة.
بطب هيدي الطبقة بقلب الكيك على الكريمة، بضغط عليها شوي. هلأ بحطها بالبراد حوالي 4 ساعات أقل شيء. بعد ال4 ساعات هلأ عنا 200 جرام شوكولا خام، ملعتين طعام زبدة، ربع كوب حليب مالتيزرز. بحط الحليب فوق الشوكولا، كمان الزبدة، دوبهم بالميكروويف أو على بخار. دوبت الشوكولا صاروا بهيدا الشكل. هلأ عندي ورقة زبدة وشبك، بحط الكيك. بسم الله. هلأ بحط الشوكولا على الوجه. بسم الله. مد الشوكولا بهيدا الشكل على اطراف شي خفيف. بيعطي شكل حلو. هلا بحط مالتيزرز حسب الرغبة بزين. بسم الله. هلا بحطه بالبراد ليبرد بس الشوكولا حوالي ربع ساعة. هذا الكيك بعد ما حطيته بالبراد، هلا لنشوف قطعة من الكيك. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. واو كتير حلو بعقد. هذا كيك المالتيزرز اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.